الشيخ الصدوق الذي ولد بدعاء الإمام الحجة، بعد يمكن أن لا يصدق أو لا يمكن؟ كيف تريد أن تناقش الشيخ الصدوق هكذا؟ قال مصنف هذا الكتاب: إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله. الشيخ الصدوق لعن كل من يذكر في أذانه أو إقامته ماذا؟ أشهد أن عليا وليا، لعنهم الله. فإذا أول من لعن كل الشيعة الآن المعاصرين من أعزائي؟ الآن أثبت لك من كتاب الكافي أن الإمام أمير المؤمنين لعن الإمام الحسن مولا. قال إن عليا قال وهو على المنبر: لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلق. لا يتبادر إلى الذهن، والله هذه فقط في أحاديثنا موجودة، بل في البخاري ومسلم توجد من هذه الأحاديث في حق رسول الله أسوأ بألف مرة من مثل هذه الأحاديث. هل يستطيع الخطيب أن ينتقد قضية تاريخية مسلمة في ذهن السامع المتلقي فقط لا لشيء إلا أن لأنها ترددت على مسامعه لسنين أو عقود؟ هل يسمح لذلك الخطيب أن يسبر غور المسألة ويكشف النقاب عن الدخيل فيها؟ إذا وصلنا إلى هذه المرحلة فنحن في مساحة الرشد والوعي والتقدم والنهوض. أما إذا أغلقنا الأبواب أمام بعض الحناجر لخطبائنا الطيبين الموفقين المثقفين الواعين المنفتحين فعلينا أن ننتظر الأسوأ. بعدين هم سفاين الحريم كون نجيبها ونقرأ من عندها، مع احترامي للحريم. زين، في التاريخ غث أكثر من السمين بمليارات المرات على ما تحصل مفردة تاريخية صادقة صحيحة. أنت كمن يبحث وينقب عن الألماس في الربع الخالي. أعرف كثير من العلماء، كثير من الفضلاء غير راضين عن الواقع، لهم آراء أخرى ولكنهم يترددون في طرح آرائهم، كما ينقل عن المرجع الراحل السيد البروجردي أننا في حاجة إلى التقية الداخلية أكثر من حاجتنا إلى التقية مع الخارج. هذا ما ينبغي أن ندفع باتجاه تجاوزه. هذا أولا، يعني تكثيف مبادرات الإصلاح، تكثيف وجود العناصر التي تتصدى للإصلاح والتغيير. فالشيخ الصدوق يرى أنه السهو والنسيان وارد على المعصوم في غير تبليغ الحكم الشرعي، بل أكثر من ذلك الشيخ الصدوق يقول أول مراتب الغلو القول بنفي السهو والنسيان عن المعصوم، يعتبر هذا غلو. طيب وش هتنا؟ مسألة عقدية مختلفة فيها. المسائل الفقهية، كثير من المسائل الفقهية عندنا خلاف ربما بين التلميذ وأستاذه. المرجع الراحل السيد الخوي رحمة الله عليه، أستاذ المرجع الحاضر الحالي السيد السيستاني حفظه الله، تلميذه دائما معه وفي دروسه، السيد الخوي عنده مسائل فقهية وأراء فقهية، السيد السيستاني يخالفه فيها، وهذا أمر واضح لمن يقرأ الرسالتين. واللي كانوا يقلدوا السيد الخوي والآن يقلدوا السيد السيستاني عندهم هالحالة، هل هو باقي على تقليد الخوي في المسائل كلها ولا لا يعتقد بأعلمية سيستاني؟ هذه مسألة مطروحة فقهيا، منها الهلال، إثبات الهلال. السيد الخوي رحمه الله يرى إذا ثبت الهلال في أي بلد يتفق مع بلدك في جزء من الليل يكون الهلال ثابتا بالنسبة لك، لأنه لا يرى شرط وحدة الأفق. أي مكان اللي ساعة من الليل يتوافق مع جو بلدك خلاص أنت تستطيع أن ترتب الأثر. السيد السيستاني رأيه رأي آخر، سيد يقول أبدا لا يثبت الهلال إلا في الأفق المتقارب. إذا البلد اللي ثبت فيه الهلال أفقه متقارب مع أفق بلدك من حيث خطوط الطول والعرض يثبت الهلال وإلا لا يثبت. هذا رأي وهذا رأي. في الصوم السيد الخوي رحمه الله ومشهور الفقهاء أن الارتماس من المفترات، تروح تسبح في البحر وترمس رأسك في الماء، تغط رأسك في الماء، هذا مفطر إذا كنت متعمد، من المفترات. أو في البركة في أي مكان سباحة. السيد السيستاني يقول أبدا عليك بالعافية، روح وغط راسك لين تشبع، مو مبطل للصوم، مكروه لكن مو مبطل للصوم. هذا اختلاف فقهي موجود. عندنا اختلاف في القضايا التاريخية حول سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الرأي السائد والمشهور عند الشيعة أن كل أئمة أهل البيت عليهم السلام شهداء، ما منا إلا مسموم أو مقتول. شيخ المفيد
وبعض علماء الشيعة يرون لا هذا مو صحيح. الشيخ المفيد يقول: والمقطوع به شهادة أمير المؤمنين علي عليه السلام، والإمام الحسن عليه السلام، والإمام الحسين عليه السلام، والإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وفي النفس شك في وفاة الإمام علي بن موسى الرضا. أما بقية الأئمة فقد قضوا حتف أنفهم، والقول بأنهم سموا هو من الإرجاف ولا سبيل إلى إثباته بيقين. طبعا قل نقل الرأي مو يعني تبنيه، لكن أريد أبين لك هذا عالم من كبار علماء الطائفة. يعني هذا ينكر ظلامة أهل البيت؟ هذا ينكر مآسي أهل البيت؟ هذا ميع مذهب أهل البيت؟ لا، عنده وجهة نظر، تعال ادرس وجهة نظره ورد عليه، خالفه وافقه ما في مشكلة، قضية تاريخية هذه لا تخل. فإذا نحن نحترم الخصوصيات المذهبية ونقول بحفظ كل مذهب لخصوصياته، لكن أيضا نرفض استخدام سلاح الإرهاب الفكري، وأن أي واحد عند رأي آخر يعتبر وكأنه خارج المذهب وميع المذهب وما شابه ذلك، هذا إرهاب فكري لا يليق بمدرسة أهل البيت. الشعائر الحسينية أيضا كل علماء الشيعة متفقون على أهمية الشعائر الحسينية، لكن بعض المفردات يمكن يكون فيها نقاش، في نقاش في بعض المفردات. سيد محسن الأمين العاملي رحمة الله عليه عند رأي حول مفردات بعض الشعائر الحسينية. أنت تتهم سيد محسن الأمين بأنه ضد الشعائر الحسينية، بأنه وقف ضد الشعائر الحسينية؟ سيد محسن الأمين مجامل السلفيين؟ سيد محسن الأمين مسوته أبدا؟ أول من كتب ضدهم كشف الارتياب هو سيد محسن الأمين العاملي، لكن عنده وجهة نظر. الآن أيضا وجهات نظر، أنت عندك وجهات نظر، إذا أنت مجتهد. معاصرين، وهو المرجع المرحوم السيد البروجردي رحمة الله عليه، أنه كان يقول: إننا نمارس التقية ليس من الأعداء فقط، وإنما أحيانا نمارس التقية من الأتباع. تصوروا أن مرجعا وفقيها لكنه يحسب حسابا لطرح رأيه، لماذا؟ لأن الناس، لأن العامة، لأن الأتباع لا يتحملون هذا الرأي.